زي ما شايفين قدامنا انجازات وارقام وتاريخ كبير في النادي الاهلي بيكتبوا ابطال الكاراتيه. عشان كده لازم نكون معانا دكتور مراد عاصم عشان هنبتدي نساله ونخش في التفاصيل. 28 سنه انجازات دكتور مراد، 28 سنه انجازات، استقرار اداري واستقرار فني وعدم تدخل مجلس الاداره. قبل ما نطلع التقرير قلت لي كده مظبوط، عايزك تشرحها لي. بص، احنا ابتدينا، انا جيت النادي الاهلي لانه كان فيه شويه مشاكل ما بين اولياء الامور والمدربين وبقت الجو سخن، فقالوا يعني دي لعبه صغيره ما في النادي وما يعني ما لهاش نتائج وما الدوشه دي بتاعت ايه؟ عايزين حد يكون قادر على اداره الموقف، والموقف كان صغير قوي. كان في اعتقد 70 لاعب في النادي الاهلي ولا حاجه من ابناء الاعضاء العاملين. وكنت بلعب ساعتها 93 دي، كنت لسه لعيب انا بتفرج على الكاراتيه بصراحه. كنت لسه صغير. بس تقول ان انا عجزت يعني؟ لا انت. وكان في 70 عضو رياضي. رياضي؟ اه، بس عشان الكلمه تبقى واضحه، 70 عضو رياضي و70 عضو عامل، 140 ولد عندنا في او بنت في داخل جهاز الكاراتيه. ده على الورق. ده على الورق، كويس. فحصل شويه مناوشات نتج عنها ان الجهاز استقال وطلبوني. حلو. وانا وقتها كنت عضو لجنه فنيه في الاتحاد الدولي. تمام. فاستغربت، يا جماعه يعني الدنيا مليانه ناس انتوا. فقالوا احنا عندنا مشكله، وحصل اتصال برئيس الاتحاد وقتها كابتن نادر شريف. وقالوا له احنا عايزين، لان احنا سمعنا ان الراجل ده ممكن يرتب الاوراق يعني. وانا ما كنتش عايز اجي، لان انا كان نفسي اجي النادي الاهلي قبل كده ب 15 سنه بس ما امكنش. مش هقول لك سنك كام خالص. مش هقول ولا انا هقول خلاص. الوقت كان بالنسبه لي متاخر قوي. وانا عضو لجنه فنيه في الاتحاد الدولي، ورئيس لجنه فنيه افريقيه، ورئيس لجنه فنيه عربيه، ورئيس لجنه فنيه المصريه. ما شاء الله دكتور. في الموقف ده تروح نادي انت كده هتخل بالمسار. ومفروض ان انا سالت رئيس الاتحاد يعني هسيب اللجنه؟ قال لي لا. قلت له ازاي؟ متعارض ده، في هنا تعارض مصالح طبعا. قال لي احنا عارفينك كويس، انت راجل فير ومش مش هتخل كويس. وده النادي الاهلي، وده النادي الاهلي، ومش معقول اتحاد الكاراتيه يسيب النادي الاهلي يخرج بره منظومته، فلازم نحل لهم المشكله. خاصة النادي الأهلي راح اشتغل فيه كوادر كتيرة كبيرة. ورحت وقعدت واتكلمنا، وكانت قعدات ساخنة جدا لحد ما قدرنا نتوصل لاتفاق إن احنا نبتدي شغل في النادي الأهلي بموافقة الاتحاد. وابتدينا من الصفر، لأن أنا رحت لقيت ال 140 اللي على الورق دول كام بقى؟ مش موجودين. فأنا مش عارف مش موجودين ليه. فقررت ان انا احدد مواعيد للتدريب ونروح نقعد في الملعب نستنى اللعيبه. وقعدنا قرابه الشهر ما عندناش ولا لاعب، لان احنا ابتدينا في ديسمبر 93 وده شتاء واحنا ما عندناش ملعب. كانوا بيتمرنوا في الباتيناج او قدام الجامع او ورا السور او تحت الترابيزه او اي حته يلاقوها. ما كانش فيه. عجبني قوي البدايه اللي انت بتقولها بوضوح، ما كانش عندنا، لكن دلوقتي عندنا كمان بعد. لا عندنا كتير. نكمل. عندنا كتير. لا عايز اكمل القصه. طيب. القصه نفسها. فقعدنا في الملعب انا واداري واثنين مدربين، قلت لهم احنا موعدنا كذا، هنيجي نقعد في مكان شغلنا كاننا فاتحين دكان، ما حدش جه، هنشرب شاي لحد ما التمرين يخلص من غير ولا لعب. وبعدين بدات تندع بقى. كويس. جالنا واحد. حلو. انا مش بهزر، لاعب واحد. انا يعني بسمع كويس جدا بصراحه الموضوع. من فضلك مرنه. تمام. قال لي، قلت له واحد مرنه. الواحد ده تاني مره جاب مع واحد صاحبه في تمرين. في تمرين، فجاه في اثنين، في خمسه، في 10، قول بقينا 30. حلو، نشتغل. مع بدايه الصيف اولياء الامور القدامى اللي عارفين القصه والمشاكل وهو قال لك ده الراجل شغال، طب تعالى نروح. فجم. فابتدينا نستقبلهم وحطينا اول نظام لمدارس الالعاب في النادي الاهلي. احنا عاملين اول نظام مدارس العاب في النادي الاهلي، قبلنا ما كانش فيه مدارس العاب. وحطيت له نظام. بس
سداد اشتراك رمزي 20 جنيه لكل لاعب في الشهر، وحطيت له نظام اعفاءات، اللي يجيب مركز قاهره او جمهوريه يعفى من الاشتراك لمده سنه، اللي يجيب مركزين يعفى سنتين، اللي يجيب ثلاثه يعفى ثلاثه، اكتر من كده مفيش. خلاص اخدنا ثلاثه. اللي يجيب ثلاثه ويعفى ثلاثه يرجع يدفع من الاول وجديد. كويس. والكاراتيه في النادي الاهلي يعني كان مسماه لعبه قطاع ممارسه مش قطاع بطوله. دي حقيقه. مش مهتمين، مش مهتمين، هو مش موجود فوق على خريطه قطاع البطوله. مش وده موضوع مش ما يشغلنيش. بالظبط. يعني احنا ده النادي بتاعنا، دول ولادنا، دي لعبتنا اللي احنا بنحبها، دي قطاع ممارسه، واحنا نجيب بطوله عشان احنا حابين ده.